صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. بعدما اعتقدنا أن شهر آب هو شهر الرتابة السياسية على الأقل، بدأ وكأنه شهر آب سيكون شهر الحسم. هل فعلا بدأ بازل المنطقة باكتماله في هذا الشهر؟ وماذا عن الرد الآتن حتما كما تقول مصادر متابعة للمقاومة ومصادر متابعة لإيران؟ اليوم ضيفي، بدي أرحب فيك أستاذ جان عزيز الكاتب السياسي. صباح الخير. صباح النور. يعني امبارح بعتقد في كتير ناس ما ناموا بالليل عم بتابعوا إمكانية حصول أي رد، لأنه امبارح حصلت تسريبات كتيرة بأنه الرد سيكون في 24 ساعة المقبلة، وحصل في استنفار ليس فقط في لبنان بل بتل أبيب بواشنطن، حتى يعني فرق السي ان ان وصلت من واشنطن الى تل ابيب، وبدا وكأن هناك شيء ما سيحصل. بدي اسمع رايك. بالبدايه يمكن بس هيك كلمه صغيره لهالناس اللي عم بتموت بغزه، خاصه الابرياء، الاطفال، النساء، المدنيين يلي ما يحصل معهم صار يفوق اي كلام. بس بدي أقول إن شاء الله دمهم ما يروح هدر وما يروح لحسابات خاصة أو لمشاريع جهوية أو لجنون وتوحش هذا الكيان الغاصب وما يقوم به نتنياهو. بس هيدي بين هلالين الضربة. بعتقد هالحالة إذا بدي أقول زعر السياسي والإعلامي أكثر مما هو شعبي، بعتقد شعبيا الناس كملت بحياتها. هذا الزعر الإعلامي والسياسي كان مرتبط بموعد 15 آب، لأنه أكيد بتكون تابعتي كل الحركة اللي صارت من مجد الشمس ب 27 تموز إلى ضربة الضاحية 30 إلى غارة طهران ب 1 آب، والكلام عن الرد الحتمي وعن الضربة الموجعة وكل هذا الحكي. فجأة طلع بيان ثلاثي أمريكي مصري مصري قطري يقول 15 آب موعد استئناف تفاوض، ولا نقول بأي سياق إجا هذا الأمر. بس هذا الزعر إجا من سؤال أنه شو بيعملوا ب 15 آب؟ هل بيأجلوا الرد إلى ما بعد 15 آب تيجي نتيجة نسف نتنياهو للتفاوض وإجهاضه وبالتالي مبرر أكثر، أو لا بنعمل الرد قبل 15 آب حتى يعطي ورقة إضافية للمفاوضين من قبل حماس بتفاوضهم، وبالتالي لتأكيد موقع وتصليب موقع المفاوض الفلسطيني؟ من هون طلعت هالضجة انه ايه هلأ ممكن يكون في ضربة. ما بعرف اذا هذا الامر رح يخلينا ننطر بعد 96 ساعة على 15 آب، بس ما بيأثر على المسار العام للأحداث اللي بلش يصير واضح الى حد ما. كيف يعني بلش يصير واضح؟ هلا من نبدا بالمسار السياسي للاحداث يلي بده يصير او يلي صار واضح مثل ما عم تقول حضرتك، بس كمان بدنا نحكي عن الضربه وتداعياتها، لانه اليوم نحن محاصرين من سفن امريكيه من المتوسط، قبرص، اسرائيل، مضيق هرمز، محاصرين من طائرات امريكيه من النوع يلي ما حدا عنده اياه الا الولايات المتحده الامريكيه، اللي بيفتك فينا بلحظه بيقدر. يعني بقصد انه هالقد المنطقه اليوم، هذا المسار اللي عم تتحدث عنه يستدعي هالقد وجود عسكري ثقيل للولايات المتحده الامريكيه. بدي اسمع رايك، ليش هالوجود العسكري الثقيل وشو هو المسار يلي صار واضح؟ لكن في إذا بترجع بتحطي طوفان الأقصى و7 أكتوبر بسياق السياسي بتفهمي المسار اللي عم بقول أنا صار واضح رغم الثمن الغالي جدا اللي عم بندفع له. قبل 7 أكتوبر بحوالي 12-13 يوم طلع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقابلة على الفوكس نيوز يقول هناك مشروع حل للمنطقة بدأناه، لبل تقدمنا جدا فيه، وهذا المشروع يقوم على أساس التطبيع الكامل مع إسرائيل مقابل دولة فلسطين. هون أكيد كان في نقزة كبيرة عند المحور الإيراني اللي اعتبر أنه مش بس هذا المشروع يخالف كل استراتيجيته، لبل بالعكس اعتبر أنه هذا المشروع سبقه خطوة، خلينا نقول تمويهية تخديرية، اللي هي اتفاق بكين بين الرياض وطهران ب10 آذار، واعتبروا وكأنهم خدعوا.
بذات الوقت اجا المشروع الكوريدور الهندي الخليجي باتجاه اوروبا يلي عم بيسكر على كل المشاريع الصينية تحديدا. لكن بيّن انه العالم مقسوم عن جد شقفتين، وبانقسام هذا العالم شقفتين في مطرح قادرة انك تفجري فيه اللي هو فلسطين، اللي هي قضية حق، قضية ناس مقهورين ومظلومين عم بيموتوا من 8 عقود. بهالتوقيت اجا طوفان الاقصى، هي محاولة من المحور الإيراني لتفجير مشروع السلام يلي بيعتبروه تسوي كان عم بيتحضر، وبيربط على أمل أنه يربط بالمشروع الصيني لرفض الكوريدور الهندي الأوروبي. بعد 10 أشهر تبين أنه الدم ما وصل لمطرح. ليه؟ لأنه إيه، خلينا نعترف، في بالك وحش، وما بعتقد في تسمية أخرى له، اسمه نتنياهو، أسقط للمرة الأولى في الحسابات الإسرائيلية لغة الأرقام، وتحديدا 3 أرقام، لا رقم الأسرى ولا رقم القتلى من جيش إسرائيل ولا رقم الديموغرافيا المتناقصة. اعتبر أنه هو مش موجودين، حساباته الشخصية يكمل بالدم. أكيد من تاني ميل كمان كان في كلام عن الدم، ما بدي هلأ فوت كتير بنبش الأوراق، بس في تصاريح تلفزيونية بتقول نحن بحاجة إلى دماء الأطفال والنساء لنكمل نضالنا. في رسائل بتقول إنه إذا ما عنا دم ما عنا عنوان أخبار، نحن كل يوم بحاجة إلى دم حتى إنه عنوان أخبار. مين هو الرسائل؟ هنية والسنوار. فالمهم إنه لا بدي أحكي فيها هاي، لأنه أنا قريت مقالك اللي حكيت عن هنية السنوار، بدنا نحكي فيه، نحكي فيها بس عم بقول هيدا المسار وصل اليوم لمطرح صار عم بينشغل على إيقاع الانتخابات الأمريكية. نعم. بشكل حصري كل اللي عم بتشوفيه هلأ، إن كان بالمفاوضات، إن كان بإردوغان والأسد والرعاية الروسية، إن كان بالحدود السورية العراقية، كله عم بينشغل على وقع الانتخابات الأمريكية. ليه؟ لأنه ب 27 حزيران يمكن الماضي سقط بايدن بمناظرته، ب 21 حمل حلو فل، كلهم عيشوا بزعر انه واصل ترامب، خلينا نرتب اوضاعنا على ايقاع وصول ترامب. الامريكي حاول يطحش بمبادرة، نتنياهو عم بيعطلوا اياها كل يوم بالدم. نعم. الايراني حذر لانه عايش بمأزق، اليوم اذا بيلعب لعبة نتنياهو بيكون عم بيخدمه، اذا ما لعبه بيكون عم بياكل الضربات. هيدا المسار اللي عم بقول انه صار واضح بالمنطقة، ويلي بده يكمل من هلا لخمسة تشرين الثاني ولا ما بعد 25 الثاني. يعني بتقصد اي تسوية بالمنطقة لن تحصل قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية، لحتى كل القوى اللي بالمنطقة تعرف لوين رايحة وتبيع اوراقها بالمكان الصح اذا بدي. هيدا نظريا ما احتمال، خلينا نقول ما احتمال، هو انه اذا الايراني من بعد ما عاش فترة شهر انه انتهى الديمقراطي وترامب واصل وعمل حساباته على اساس ترامب واصل، وطلع خامنئي قال انه منرفض مبادرة بايدن وانه لازم يسقطوا الفلسطينيين بالنار، ومن بعد كل هذا المسار اللي انعمل على انه الديمقراطيين انتهوا، اليوم اذا الايراني بيرجع بيشوف انه كمالا هاريس عنده فرصة، وعنده فرصة اكيدة، ممكن يفكر انه يسلفها قبل 25 الثاني. نعم. بس بده يكون مأكد من حظوظها الرئاسية، لانه اذا ما تأكد من حظوظها الرئاسية وسلفها بيخسر مرتين، مرة بالتسليف قبل الانتخابات، ومرة من بعد الانتخابات بوصول ترامب يلي بده ينتقم من تسليفه للديمقراطيين. نعم. مش هيك انا عم بقول في فرصة اذا الايراني تأكد انه هاريس بتربح، بيسلفها بغزة، بيسلفها بالنووي، وممكن يسلفها برئاسة لبنان، وهون ساعتها ممكن يكون عندنا سيناريو شبيه بسيناريو 2016. إذا الإيراني ما تأكد إنه هاريس واصلة رح يكمل بالتشدد، إنما بالتريث بانتظار ترامب وما بعد ترامب. طيب هلأ وعفواً المشكلة الكارثة المأساة انه بالاحتمالين توحش نتنياهو مكمل تماما. هلا بنحكي بامكانية تكرار سيناريو 2016 بلبنان، يعني بفهم منك انه نحن هلا ناطرين تطورات المعركة الانتخابية الامريكية، ونحن رح نضل بحالة هذه الانتظار، العالم اي متى بردوا، اي متى بتقصف اسرائيل، نتنياهو شو بده يعمل. يعني نحن هلا مرهونين بماذا سيفعل نتنياهو في المنطقة، عنده وقت مفتوح من هلأ للانتخابات الأمريكية 100%. جوزفين
الحرب عندها مؤدى من اثنين، السو يا اما بتربحيها بالعسكر يا اما بتاخذيها على التفاوض، في مؤدى اخر لحرب. طيب اليوم كل الناس بتعرف انه المسار العسكري الحرب الميداني ما بيوصل على انتصار بالمنطقة، ما حدا فيه ينتصر على التاني وما حدا بده، وعم نسمع خطاباتهم انه ما بدهم لها وبدهم يزيلوا اسرائيل من الوجود، ولا اسرائيل اكيد قادرة انه تزيل النظام الايراني القائم، لكن الحرب الميدانية نتيجتها ومؤديها مسدود. المسار السياسي ما حدا بيعمل حرب ياخدها على مسار سياسي اذا منه عارف في حد ادنى من طاولة للتفاوض السياسي. هذه الطاولة بغياب قيادة أمريكية واضحة ثابتة على 4 سنين ما حدا بيقدم عليها إلا بجعبول إذا تأكدوا الإيرانيين من أرجحية طرف على آخر. نعم. طيب هلأ عنا ب15 آب لكان استئناف المفاوضات، ولكن كمان عنا قمة دولية بدأ التحضير لها على مستوى رئاسي أو وزراء خارجية، يمكن ب16 آب، ما بعرف وين بالضبط، هلأ عم بقولوا يمكن بروما أو بغير روما. هذه القمة الدولية تريد الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، ظنا منها بأنه هذا الاتفاق بده يوقف كل شيء بالمنطقة، حتى الردود، يعني حتى الرد الإيراني، ومش رد حزب الله، هلأ بنحكي عن حزب الله. برأيك هولي هلأ 15 و16 نحن هن تواريخ ما رح يودوا لنتيجة؟ أنا بتقديري هاي محاولات أمريكية بتكمل بذات سياق مبادرة بايدن اللي أعلن عنها من 1 حزيران لمحاولة تسجيل نقاط بمعركته الانتخابية. يعني احنا بنفكر انه هلأ بايدن او كمالا هاريس او ترامب مش عم بيناموا، وانه عن جد هني عم بيبعتوا ناسهم نبشوا عن الصوت العربي والمسلم واحد واحد. مبارح فريق هاريس مجتمع، لبل هي شخصيا مجتمع مع الانكوميت ليج بميتشيغان، عم بنبشوا على الصوت، بس مش هممهم نحن، هممهم انتخاباتهم. 15 هي محاولة جديدة من الإدارة الأمريكية الحالية لتسجل نقاط. ترامب عم بيعرقلها. كلنا مش يمكن كلنا صرنا عارفين أنه بعت ترامب 2 من كبار فريقه المقبل إذا انتخب، اللي هني بعتقد اسمه زيد جورج أوبراين وكيس كيلوغ، راحوا على السعودية، ويقال أنه صار اتصال مباشر بين محمد بن سلمان وترامب أثناء وجودهم، واجوا لعند نتنياهو يقولوا له أجل كل المبادرات إلى 25، وأجل حتى المسعى الإسرائيلي السعودي المرتبط بالاتفاق السعودي الأمريكي إلى 25. فمشان هيك اللي عم بيصير إن كان ب15 أو 16 هي محاولات أمريكية لتسجيل نقاط انتخابية، وأنا سميتها هذه الأصوات بالأموات، عم بيحاولوا يسجلوا ويراكموا أصوات بمراكمة أموات غزة. ويلي هون يعني واحد بده يتوقف لحظة ويقول مين مسؤول عن هاو؟ عن جد مين مسؤول عنهم؟ هاو الناس اللي عم بيموتوا مين مسؤول عنهم؟ في حدا يقول؟ طيب خلينا نحط سابتين جوزيفين. أول سابتة في وحش اسمه نتنياهو عم بيقتلهم، فينا نتفق عليها هاي؟ نعم أكيد. وفينا ما نرجع نناقش فيها، هيدا وحش عم بيقتل أطفال غزة. أنه هيدا دائما لازم نقولها ثابتة. لا لا لا، لأنه لأنه بيجعوا بيناقشوكوا فيها. لحتى تبرر يلي بعدها، لحتى تقول أنه نحن يا خيي لا لا أنا عم إذا قلنا اللي بعدها مش يعني هيدا نحن مش مسلمين فيها. لا أنا عم بحكي بالمنطق النظري، عم بحكي بالمنطق النظري. اليوم بمأساة غزة في 3 عوامل، في وحش اسمه نتنياهو عم بيقتل، في مجتمع دولي متخلي متآمر عاجز متخاذل صوري مثل ما بدك، بس هين كمان سابتي، في سابتي، في متغير ثالث، مين مسؤول عن هالناس؟ خي ما في حدا يلاقي لهم ملجأ لهالأطفال، ما في حدا يخفف دمهم حتى شرعا، ما في حدا يقدر عن جد يخفف. طب خلينا نفتح هلأ لكن هذا الموضوع يلي حكيته عن رسائل بين السنوار واسماعيل هنية، شو هي هيدا الرسائل؟ كان لافت جدا، وكان يعني إذا بقدر سميه بين مزوجين جريء المقال اللي كتبته عن يحيى السنوار، أنه من هو يحيى السنوار، واستندت فيه إلى شهادة أحد المعتقلين الفلسطينيين يلي كان معه بالمعتقل عبد الفتاح دولي بدراسة كتبة. بدراسة كتبة نعم، استندت إلى خطابات السنوار تحديدا، أنه من هو، وعم بتقول حضرتك كأنه عم بتحمل مسؤولية لا يحيى السنوار
جزء من المسؤولية بالإضافة لنتنياهو والمجتمع الدولي لأنه هو لازم يكونوا موجودين بقتل الأطفال الأبرياء بغزة؟ خلينا نكون دقيق، دائما بكل جريمة في المرتكب وفي المسؤول، في الكوبابل وفي الريسبونسابل. المرتكب واضح هو هذا ما في حدا مسؤول يحمي هود الناس. كيف بده يحميهم؟ هون نبحث بالموضوع. إذا قادر تحميهم بالدم والنار وروح باع نتنياهو وكلنا معك وما حدا رح يتردد وما حدا رح يتوقف وما حدا بيناقش بهذا الموضوع. إذا منك قادر تحميهم بالدم والنار على القليل يفكر كيف بتحميهم بالوسائل المتاحة. طيب أنا بدي أسأل، قصدك بالمفاوضات؟ أنا بدي أسأل يا جوزيفين، ب 11 تشرين الثاني 23، يعني من بعد شهر وأربعة أيام على طوفان الأقصى، ما راحت إيران شاركت بقمة الرياض؟ نعم. ما طرحت بقمة الرياض ووقعت على حل الدولتين وعلى منظمة التحرير ممثل شرعي؟ ما رجعت رجعوا مش مظبوط، رجعوا بعتوا جوزيفين، مش مظبوط. طلعت الخارجية الإيرانية طلع مثل طلع كلام إنه تحفظ، طلع بيان إعلامي إنه الخارجية بعتت رسالة اعتراض صح. لم تسجل في محضر القمة. بهلأ إذا ما نضحك على بعضنا ونضحك على الناس ونتزاكى على بعضنا فينا قد ما بدنا، بس في ناس عم بيموتوا، أنتم مسؤولين عن هؤلاء الناس اللي عم بيموتوا بوجه هذا الوحش اللي اسمه نتنياهو. طيب هذه القمة ما طرحت آلية للمواجهة؟ أنت يا مسؤول فلسطيني إذا قادر تردع نتنياهو بالدم والنار روح ردعه وكل الإمكانات معك، إذا مش قادر طيب حاطت كل أوراقك عند إيران، هل إيران قادرة تجيب لك هذا الردع؟ واحد اثنين، إذا قادرة تجيبه بتاخده لصالحها ومكتسباتها أو لا؟ حاولت عبر الحاضنة العربية توصل لحل؟ هذا السؤال يلي أنا من 27 عم بقول هذا الإنجاز التاريخي، هذا الحدث غير المسبوق، هذا الخرق الكبير على مستوى الوجدان الفلسطيني اللي زعزع أمن إسرائيل، مش بس المفهوم الوجودي لإسرائيل. روح استثمروا بالمطرح اللي لازم أنك تستثمروا فيه، بالمطرح اللي بيعطي فلسطين، فلسطين العربية، فلسطين الفلسطينية، لا فلسطين الإخوانية ولا فلسطين الإيرانية. ما فيك توصل لفلسطين إخوانية رح يكونوا كل المسلمين ضدك، ما فيك توصل لفلسطين إيرانية رح يكونوا كل العرب ضدك، ما فيك توصل لفلسطين دينية رح يكون كل العالم ضدك. وهذا الخطاب الديني والمذهبي اللي عم بيعتمدوه ما بيوصل لمطرح. وإذا بتطلع تحكي بيقولوا لك أنت عم تخدم مصالح نتنياهو، مش مظبوط، أنتوا اللي عم تخدموا مصالح نتنياهو، أنتوا اللي عم تخدموا مصالح نتنياهو. يحيى السنوار هو مشروع إخواني يعني بغزة؟ مشروع شو؟ حدا بيطلع بيهدد اليهود بحرقهم ولو أنه بشكل ملتوي، هذا أنه ناطر أنه العالم يدعموه؟ طيب كتبت وانا قلت وبرجع بقول هذه الدماء حرام تروح حذر. شو هي هذه الرسائل بين السنوار وهنية؟ لا هيدي نشرتها نيويورك تايمز انطلاعا لمجموعة كبيرة من الرسائل يلي اطلعوا عليها، وانطلاعا برجع بقولك من خطاباتهم وكتاباتهم من حوالي شهر، اضافة الى الدراسة يلي كتبها عبد الفتاح دولي ويلي بتبين انه خليني نقول في حدا ما عم بيكون على قدر الدماء الفلسطينية اللي عم تنحط وعلى قدر هذه التضحيات اللي عم بيحطوها الفلسطينيين تيعملوا دولة. بس انت قلت بالبداية في رسائل بتقول بدنا دماء أطفال. ايه طبعا، ايه لا، اول شيء عم بقولك في تصاريح تلفزيونية هيدي بتقولها، تصاريح تلفزيونية موجودة على اليوتيوب، والرسائل هيدي كمان بترجع بتأكدها، ومش عم بقول شيء جديد، يعني هذا أمر معروف. يعني برأيك اليوم لوين رايحة هذه القضية الفلسطينية؟ إيران اعترفت أو وافقت على مسألة حل الدولتين، حتى حماس السجان بورقتها السياسية بتقول حل الدولتين 17. بس هني حتى هلأ الفلسطينيين بغزة حتى هيدي مش قادرين يحصلوا عليها. يعني اليوم عم تقول حضرتك أنه اليوم بدنا فلسطيني أنه يجيب حق فلسطين طبعا، منيح طيب دولة فلسطينية سيدة وكاملة. بس قصدك كيف يعني عم بتحملهم مسؤولية شيء نتنياهو ما بده إياه؟ يعني حتى نتنياهو اليوم عم بيهجر، اليوم في مشكل على انسحاب نتنياهو من غزة، ما بده ينسحب، المعابر ما بده يخلوا الفلسطينيين يكونوا عليها، كيف بدهم يجيبوا حل الدولتين؟ جوزيفين قمة القوة الفلسطينية كانت ب 8 تشرين الأول، من بعد هذا الإنجاز التاريخي اللي انعمل
قمة هذه القوة. من بعدها بلشت تتضاءل وبلشت تتآكل وبلشت الخسائر تزيد. من أول يوم كان مفروض انعمل ثلاث أشياء. واحد، مصالحة فلسطينية بلحظتها، في مشكلة مع محمود عباس فليكن، في التركيبة فاسدة برام الله فليكن، وهذا الشيء كمان إذا بدك بالطبيعة على لبنان بيطلع معك ذات الشيء، بس ما عندك غير الوحدة الفلسطينية اللي فيها تحميك. اثنين، هاي الوحدة الفلسطينية بتروح بتحطها بحاضنة عربية تقدر تحمل قضيتك بالمجتمع الدولي وعلى المستوى الأممي. واثنين، بتفاوض بشكل واضح مع أصحاب القرار، مش بشكل ملتوي وبقنوات خلفية مع أصحاب الحسابات والمشاريع الخاصة. هؤلاء الأمور كان لازم نعمله من لحظة 27 الأول، وبعد هلأ ممكنين، بعدهم هلأ ممكنين. حرام هذا الدم، حرام هذه التضحيات. عال بس بس عم تقول كأنه هن عندهم أنه خيار الفلسطينيين. ما هن محاصرين، يعني هن مثل كأنه ميتين. هذا المنطق ما بيوصل لمطرح. طيب ليكي بهذا المنطق، طيب أنا بطلع بقلي بس قصدي هن عندهم المقاومة، فهم عليكي أنه ما بيقدروا. بس يعني جوزفين بهذا المنطق أنا بقلك بسبعة تشرين طلعت حماس أعلنت هدفين. واحد، القضاء حرفيا وخطيا، طيب، القضاء على آخر احتلال على وجه الأرض. اثنين، تنظيف السجون الإسرائيلية من المعتقلين. مزبوط. اليوم شو المطروح؟ اليوم حماس عن شو عم بتفاوض؟ عم بتفاوض على تحرير غزة اللي ما كانت محتلة، وعلى اطلاق سراح، وعلى اطلاق سراح نص اللي اعتقلوا تقريبا من 7 سنين. طيب بس اليوم ما حدا بيسأل حاله ما حدا بيسأل. هلا بيقول لك انه ايه بوقت المعركة ما لازم نطرح هذا الحكي، بوقت المعركة لازم نطرح هذا الحكي حتى ما نكمل بالخسائر وبالتضحيات وبالدم لصالح هذا الوحش. على راسي انا معك، بس في شغله انه اليوم ما حدا كان متخيل انه نتنياهو رح يكون هالقد بهذه المعركه، ما حدا كان متخيل انه اسرائيل رح تضاين هالقد بهذه المعركه. كان كل الرهانات يا استاذ جان بالاول انه عمليه 7 اكتوبر انه يعني خطوات غير محسوبه. لا انا مش عم اقول لك شيء، انا عم اقول لك انه عمليه 7 اكتوبر كانت تهدف الى اللي هلا ذكرتهم حضرتك، بس هذا لا يعني انه فشل اذا بدك هذه الاهداف انه يتحمل مسؤوليه الفلسطيني، لانه نتنياهو هو اللي عم يقصفهم. لحظه، اي فلسطيني؟ الحماس. ايه انا بحمل حماس. ليه؟ طبعا، وقياده حماس، لانه هي المسؤوله. مين مسؤول اليوم عن غزه؟ مين مسؤول؟ بتحملها مسؤولية شو؟ مسؤولية عدم النجاح باستثمار الإنجاز التاريخي اللي انعمل بسبعة تشرين. مسؤولية عدم الوصول بهذا الخرق اللي هز إسرائيل، نعم، إلى مطرح يوصل إلى قيام فلسطين الفلسطينية العربية. لا أستاذ جون، ليش مين كان بيقدر يوقف آلة القتل الإسرائيلي تبعيد نتنياهو؟ يعني قصدي أنه هو عمل محاولة وكانت هالقد كبيرة هذه المحاولة للوصول إلى هذه الأهداف. عال وصلنا بهذه المحاولة أنه نتنياهو استغل وبلش قتل. عال كملت أنت بهذا المسار، حاولت المسار الآخر، حاولت تعمل حاضنة فلسطينية وتحطيها برعاية منظومة عربية كاملة قادرة تفاوض المجتمع الدولي والهيئة. هن بيعتبروا أنه العرب متخاذلين يا أستاذ جام. هن بيعتبروا أنه العرب لك معبر رفح من فتح قدام الفلسطينيين كرمال يفوتوا مساعدات، ولما انفتح فوتوا أكفان للموتى للشهداء. ليه جوزفين؟ بجيب لك محاضر اجتماعات السنوار مع المخابرات المصرية بالعهد الحالي، مش عم نحكي بالعهود البائدة والتنسيق بيناتهم. لا مش مزبوط هيدا الحكي، ومش مزبوط انه العرب متخاذلين. بس وقت اللي حدا بده يفكر ولو على المستوى الامني ولو غلطان وما له حق انه هذا المشروع هو مشروع مذهبي مرتبط بإيران ممكن ان يفجر العالم العربي، ليش بده يعمل هذا الاستثمار؟ ليه بده يعمل هذا الاستثمار؟ ومش هيك كنت عم بقول هذا الحدث التاريخي اللي اسمه 7 اكتوبر، هذا الانجاز اللي انعمل بدم هؤلاء المقاومين، وروح حطه بالمطرح الصحيح، حطه على خارطة الطريق الصحيحة. اليوم هلا كيف بيعملوا حال دولتين؟
قبل ما نفوت بالشق اللبناني بس قصدي هلا هلا اليوم من بعد ما نتنياهو بده قضى على قطاع غزة، حتى لو بده يكمل جنون نتنياهو بعد 10 سنين كيف توصل الوحدة الفلسطينية الفلسطينية عم يعمل مصالحة شو فلسطينية شو ما كان تمنى جوزيفين شو المسؤول هو اللي بيضحي مش هو اللي بيضحي بالآخرين كرماله، وهذا كمان بينطبع على لبنان. المسؤول هو اللي بيضحي، هو اللي بيدفع ثمن مش اللي بيدفع اللي معه الأسمان. عمال مصالحة فلسطينية فلسطينية شو ما كان ثمنها، خذ هذه المصالحة على حاضنة عربية شو ما كان ثمنها، وهذه الحاضنة العربية حملها طرح مشروع فلسطين الفلسطينية العربية على المستوى الدولي. هيدي خاطط الطريق الوحيدة، ما عندك غيرها، ما عندك غيرها. وإذا عندك غيرها تفضل فرجيني كيف، وإذا قادر بالدم والنار أنا معك كمل. طيب قبل ما يخلص هذا المحور بدي نخلص الموضوع الإقليمي. اليوم عم بتقول حتى الانتخابات الأمريكية يا قبلها يا بعدها بحسب الحسابات، يعني مين رح يوصل، ممكن تكون في تسوية بالمنطقة كلها، بس المنطقة حتما ذاهبة إلى تسوية. تسوية على قاعدة شو؟ كمان بترجع إلى الانقسام الأمريكي. بتعرفي بأمريكا، نرجع نحط الأمور بسياق العام، من وقت أوباما من 2008 أمريكا اعتبرت أنه معركتها الكونية المقبلة هي مع الصين، وبس مع الصين. وهون صار في بعض التفاصيل الصغيرة. أوباما كان عنده مشكلة مع العرب، والبعض بيقول عنده مشكلة مع السنة، وموجودة أصلاً اللي مش أنا عم بخترعها، بالدوكترين أوف أوباما اللي عملت بالأتلانتيك واضحة. فكان في نظريتين أمريكيتين بموضوع الصين. في نظرية بتقول أنه لتكمل حصار الصين بحاجة أنك تروضي إيران، وفي نظرية بتقول أنه حتى تكمل حصار الصين لازم تستميلي إيران. هون نظريتين بأمريكا بترجموا من وقت أوباما. أوباما كان مع نظرية استمالة إيران، عمل الاتفاق النووي بال 2015، كمل بايدن محاولة إحيائه، ويمكن حتى اليوم بعدها موجودة هذه النظرية. الرأي الثاني بمثل ترامب، طلع خزق الاتفاق النووي، راح ضرب قاسم سليماني بمطار بغداد بثلاثة كانون تاني 2020، وقال أنا حتى سكر السد أو هيدا اللي أنا سميته السور الأمريكي حول الصين، لا أنا بدي خضع إيران. هودي اتجاهين بعض الموجودين، وهلأ عم بيتنافسوا على الأرض. وهون إيران عليها أنه تنقي بيناتهم قبل 25 أو بعد 25، بس بشكل عام هودي المصارعين. علما أنه كمان إيران هون عملت بعض الأخطاء بحساباتها، لما اعتبرت من بعد ضربة إسماعيل هنية بطهران أنه قادرة ترد، فجأة طلع أنه إجا الروسي اللي عنده إلا دخيلك، شو عم مين طالب منك تردي؟ وعشو بدك تردي؟ نتنياهو رح يعمل حرب عليكم مباشرة وعلى سوريا، وأنا مش قادر أحمل لا حرب بسوريا ولا حرب عندكم. الصيني بلغهم موقف مماثل، وأصلا يعني ما كانوا من جمعتين هم مستدعين السفير الصيني نتيجة موقفه المؤيد للإمارات العربية بالجزر الثلاثة، وتم استدعائه. فلذلك بس كل اليوم هذه الحسابات بيّنت أنه منّا دقيقة ومنّا كتير صلبة، وعم بتأدي إلى خسائر لسوء الحظ عم بيتحملوا الناس الأبرياء. بس اليوم في تصريح واضح بأنه الرد الإيراني يعتبر ديني، يعني أمر تكليف ديني. أنا أكيد أنه الرد حتمي، وبالتالي الرد حتمي رغم كل هذه التحذيرات الدولية. لا تستطيع إيران أنه ما ترد على خرق هالقد بسيادتها. بتقديري الرد حتمي، بيبقى لكن الشكل والحجم والتوقيت. وهون شفنا نموذجين، وأنا يعني حكيت عنهم. شفنا نموذج رد 13 نيسان على ضربة القنصلية يلي نطر الاستعدادات الأمريكية والغربية الكاملة لاحتواء الرد، وشفنا نموذج الرد على اغتيال قاسم سليماني بال 2020، ويلي كنت قلت انه محمد جواد ظريف كيف روض كل تفاصيله بمذكراته. فبعتقد الرد هالمرة لازم يكون مختلف، وضروري يكون مختلف، بس ضمن المقتضيات يلي عم نشوفها على المستوى الإقليمي والدولي. نعم، خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني. هلا يعني في كتير ملاحظات على اللي أنت قلته، حتى عم توصل القصص، يعني حاولت بس إنه المصالحة الفلسطينية
جربوها يعني حماس وما زبطت، لأنه اليوم أبو مازن حاطت شروط عديدة ومش أول مرة بتصير هذه المصالحة، ودائما أبو مازن عنده حساباته الشخصية. ويلي بس يعني آخر شيء، يعني آخر شيء من بين هلا يعني الكلام إنه حماس اليوم رح فاهم هذا، حتى تخلت عن السلطة، حتى قالت أنها لا تريد أن تكون بحكومة بقلب غزة. هذا المنطق كله بفهم يعني، بس في مثل ما بعرف إذا بس شو بيعملوا قصدي؟ يعني شو ممكن بيقول بيقول ديسيدي سي اتر كريال اتيرم، مشان هيك ما بعرف كيف بدي يعني. هيدا القرار اللي كان بينعمل بسبعه بثمانيه صار اقل، بتسعه صار اقل، بعد شهر صار اقل، كان لازم بلحظتها يتم اقتناص انه بثمانيه شهر. لو قالوا له لابو مازن طالع حماس معتقله 300 اسرائيلي بتاريخ اسرائيل مش صايرين، بس ما في ثقة كانت بأبو مازن يا أستاذ جان. يعني هلأ إذا بدنا نرجع للحسابات الفلسطينية، الفلسطينية ما هن أساس مشكلهم هو بكيف مقاومة إسرائيل واحتلال إسرائيل. كان أبو مازن مرتضي بنموذج معين هن ما بيقبلوه، كرمال هيك ما كان في ثقة بأنه هو يروح حماس تجي تسلم هذا الانتصار بوقتها. لا، أبو مازن لحتى هو يصرفه ليش كان في ثقة فلسطينية؟ كان في ثقة بعبد الملك الحوثي أكثر، يلي بيطلع هيداك بيقول بدو يبيد اليهود والنصارى. ما انت كمان بدك تعمل حساباتك وبدك تعرفي عم بتجمعي اوراق ولا عم بتحملي تقالات لإلك. بس ما هيدا طبيعي انه تكون في تحالفات اقليميه يا استاذ جون، يعني طبيعي التحالفات الاقليميه بدك تعرفي مين اللي بيساعدك ومين اللي ما بيساعدك، واللي بيساعدك اذا في ثمن لازم تدفعيه بتدفعيه، لانه بالنهايه بالاتجاه الاستراتيجي بيخدمك. انا بعرف شو يعني تركيبه السلطه الفلسطينيه، وبنعرف شو تاريخ هذا الصراع منذ اوسلو حتى اليوم، وبنعرف اذا بدك كل الملاحظات اللي موجوده على سلطه رام الله، بس في ثمن بتدفعيه وبترجعي تحصدي سلطه فلسطينيه موحده بتوصلك لانتصار قضيتك. طب كمان بس هذا جزء من مسؤوليته هو على السلطه مش بس على حماس. طبعا اكيد يعني حتى السلطه الفلسطينيه اليوم لم تبادر باي شيء ب 7 اكتوبر، لا بل ذهبت الى مسؤوليتهم سابقه تحميل مسؤوليه 7 اكتوبر لحماس وقالت لهم انتم سابقه ولاحقه، بس المسؤوليات بتتوزع بحسب الاحجام. اليوم حماس هي الاكبر، هي الافعل، هي الاقوى، هي الاعلى صوتا، هي الاقدر، هي اللي لازم تبادر. بدي اتوقف مع فاصل اعلان، بعد الفاصل الاعلان بنرجع على لبنان، على حزب الله، رد حزب الله، ورقه الحكومه اللبنانيه، ماذا تعني هذه الورقه؟ هل تعني خارطه الطريق لتطبيق 1701 وباي اثمان؟ فاصل قصير وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذا المحور مع ضيفي أستاذ جان عزيز الكاتب السياسي. بدي أرجع رحب فيك هيك سريعا لأنه كثير أخذنا وقت بموضوع غزة والتسوية المنطقة. لبنان كيف ممكن ينعكس كل شيء على لبنان؟ اليوم حزب الله متأهب، على الأقل أنه نحن متأهبين إعلاميا وسياسيا مثل ما قلت حضرتك. هل حزب الله حسب المعلومات بده يرد؟ وليش المخابرات الأمريكية والاستخبارات وعم بيقولوا أنه بده يرد من هلأ ل 15؟ وليش هالقد في تأهب إذا بدك بالمنطقة بانتظار رد حزب الله؟ حكينا عنها هذه النقطة، مرتبطة بتحديد موعد 15، وهذا السؤال أنه هل الرد بيكون قبل 15 أو بعد 15 لتعزيز أوراق التفاوض عند الفلسطيني أو بعد لتحميل نتنياهو؟ الرد على الرد، هذا اللي بدي أعرفه. إيه ما هو أنا بدي يعني رد، لا رد حسب حزب الله في كلام أنه اليوم ناطر نتنياهو رد حزب الله، لأنه السفارة الأمريكية بتقول لرعاياها يلي مش قادر يفل لبنان حضروا حالكم لتقعدوا بالبيت فترة طويلة. شو يعني؟ ليكي خليني بس بالبداية بس أقول عن هيدي إنذارات السفارات، ما حدا يخدها بشكل تهويلي أو حدا يخدها بشكل أنه هاي مفصلة على هلأ الواقع اللبناني والحدث اللبناني. هيدي إجراءات معيارية ستاندرد بتكون عند السفارات، بتكون مكتوبة تمبليتس ومحفوظة بهالكمبيوتر، بس يكون في حالة استنفار على درجة معينة من درجات التصنيف بيطلع عندهم هاي الورقة بيطلعوا بيوزعوها، وبالتالي هاي مش مفصلة لحالة لبنان وانه ايه روحوا تخبوا لفترة طويلة، لا هيدي برجع بقول هيدي اجراءات معيارية. أوكي. موجودة بس مش مرافقة لكلام عن انه ايام من الاعتداء الاسرائيلي، عدوان اسرائيل على لبنان. ما هو كان عم بينحكى انه اذا الرد كان
مؤذي للكيان الإسرائيلي. الرد الإسرائيلي بده يكون كذلك الأمر مؤذي، وهذا الأمر بفوتك بعملية سجال من الصراع والقصف بدون عدة أيام. هذا اللي كان مطروح. هلأ رجعين ننطر 15 أيلول. نعم. علما أنه هون الأمريكان تحديدا نرجع نحكي بسياق الحسابات الانتخابية الأمريكية، إدارة بايدن وبالتالي فريق كامالا هاريس هلأ الانتخابي عم بحاول يقنع نتنياهو أنه شو ما كان الرد إن كان من جهة إيران أو من جهة حزب. طبعا نحن نشرنا حولك أكبر قوة بحرية وجوية لاحتواء هذا الرد، ورح نسمح لك أنه هذا الرد تطلع منه منتصر بين مزدوجين. نعم. مثل ما طلعت من الرد الإيراني على ضرب القنصلية ب 13 نيسان. طب من بعده وقف وطلع قول أنا ربحان، وهذه لائحة التي تثبت جردة انتصاري، وروح على التفاوض بشروطك، وهيك بتكون عن جد عم تحرج الفريق الآخر. إذا إجا على التفاوض بتكون ربحت، إذا رفض التفاوض بتكون سجلت نقطة عليه. مثل ما كلنا بنعرف نتنياهو بجنونه بتوحشه بحساباته السياسية وبربط حساباته بالفريق الآخر بأمريكا اللي هو ترامب، بده يضل مرجح أنه ما يلتزم بهذا الأمر ويرد على الرد. مشان هيك من هذه اللحظة بدأ استنفار لبناني وعربي ودولي لردع أي رد ممكن يعمله نتنياهو. ردوا على الرد. كيف يعني قصدي اذا طلع قصف يعني او اذا طلع عمل مجموعه غارات جويه وهو قادر يوصل اذا بدك لهالقد اهداف محدده كيف ممكن نحن والعرب نردع؟ هي يعني خليني اعطيك مثل بين هاللين وصغير وواضح. بنيسان 96 مجزره وحده ارتكبها انذاك بيريز بعتقد بقانا كسرت الكيان الصهيوني، كسرته وهدته وخلته يخسر المعركة فورا. ليه؟ لأنه كان في إطار لبناني وعربي ودولي، كان في رفيق الحريري بلبنان أقام العالم وقباله شراك بفرنسا جاب الدنيا كلها سوا، ويلي بعد بيذكر بريت ساندلر مدير مكتب السينان إجا فتح 24 ساعة لايف من بيروت وغيرتي الرأي العام الدولي والرأي العام العالمي وحذكت العالم كله سوا ووصلت على مطرح. اليوم بدك مش عبول انه فينا نعمل استنساخ لهذه التجربة، بدك ايه حدا يقعد يفكر انه كيف منواجه. يعني مثلا مجد الشمس وانا كتبتها. نعم. مش عم بخترع شي جديد. نطرناهن انتقلت اطفال سكتنا سوريين ما حدا فتح تمه، تركنا نتنياهو يصور حاله انه هو ولي الدم، ما فينا كنا دغري نتصل برئاسة سورية نقول يا خي تعال نروح نحن وياك على مجلس الأمن، ما فينا نعمل استنفار دبلوماسي نقول هاو أطفالنا ماتوا قبل ما هو يطلع يدعي ويتزرع ويحط قناع انه هو الضحية. نعم. لبل أكثر من هيك رحنا صدقنا كم دجال انه ايه انه عنا ضمانة وتطمين بتحييد الضحية. فبرجع بقول انه ايه لا في مواجهه شرسه بدنا نكون قد على كل المستويات. معنا الكل نفسه على فكره، يعني الرئيس ميقاتي والرئيس لا ابدا لا الرئيس ميقاتي ولا الرئيس بري كانوا معنيين، ما لهم علاقه بهالموضوع تماما. هذا العمل اكيد مش هني. فمشان هيك انه في مواجهه شرسه وفي عدو شرس بدنا نكون قد المواجهه، مش مطلوب لا التخاذل. نعم. ولا التهور. طيب لحتى نقطع بالمواضيع، ورقة الحكومة كانت كثير لافتة. وزارة الخارجية كشفت عن ورقة للحكومة قدمتها إلى سفراء مجلس الأمن، في هذه الورقة بتقول تتبنى فيها موقف حزب الله أنه نحن هذه الحرب تتوقف عند حرب غزة، عند توقف حرب غزة، ولكن بنفس الوقت تعرب عن استعدادها لتطبيق 1701 كحل للأمن المستدام على الحدود تطبيقه من الجهتين، وبتقول أنه الجيش اللبناني تطويع وهذا يتطلب مساعدة دولية على كافة المستويات المالية واللوجستية والتدريب،
وأيضا إعادة الأعمار بدنا نحط خطة، وأيضا هذا الموضوع يستوجب وضع خطة يمكن لبنانية عربية لإعادة أعمار الجنوب. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل اليوم لبنان عم يعمل واجباته بهذا المكان؟ يعني وأنه مثل ما بينقال أنه اليوم الحكومة لا يمكن أن تتقدم بهذه الورقة من دون تنسيق مع حزب الله على الأقل، لأنه عندنا وزراء حزب الله في هذه الحكومة. هيدي أول خطوة من 10 أشهر بتبين جدية لبنانية، لبنانية عامة من الجهتين الحكومية وحزب الله لمحاولة مقاربة الأزمة ومحاولة استشراف اليوم التالي لبنانيا. أول خطوة منذ 10 أشهر، ولو هاي الخطوات انعملت قبل بسياقات مختلفة ومضمون مختلف يمكن كنا وفرنا بعض الأسمان وبعض النكسات. هلأ هاي طبعا بدها استكمال، وهذا الاستكمال بيقتضي شغلتين. شغلة موجودة بالورقة اللي هي الجيش اللبناني، لأنه هو عماد 1701 وهو عماد الدولة وما تبقى منها. واثنين، بدأ إعادة تكوين الدولة. يعني إذا الأمريكي قال لك أنه إيه أنا بقبل بهالورقة وتعوا تنبحث فيها، ما مين بيبحث اليوم؟ محكومة تصريف أعمال بظل شغور رئاسي. فجدية هذه الورقة، وإذا بدك ما بدي يعني خلينا نقول حسن النية بإظهار النية بالوصول إلى خواتيم الفعلية، بيتمثلوا وبيترجموا وبيتجسدوا بأمرين: قديش فيك تدعمي الجيش بهذه المرحلة والمرحلة الجاية، وقدي قادرة ترجع تعيد تكوين الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها لتكون جاهزة. بس هي الورقة بمضمونة وبسياقها بقليك ممتازة، أول خطوة من 10 أشهر ممكن أن تلاقي التطورات اللي بس جاهزة. كيف ممكن قراءتها بالسياسة، خصوصي أن اليوم الحزب يعني حزب الله فيها لهذه الورقة؟ هيدي بالسياسة جاية بسياق كل التطور اللي بلش من لحظة انسحاب بايدن وعودة هاريس إلى السياق الانتخابي، واعتبار أنه إيه أنه في فرصة للتسليف مجددا. ومنشان هيك كلام أمين عام الحزب لمن قال أنه توقف الحرب بغزة، توقف بلبنان كيف؟ بلا نقاش ولا تفاوض ولا أي شيء. فهذا السياق أنه إيه أنه إذا عن جد في تطور كبير على المستوى الأمريكي لازم نكون جاهزين. وهيدي بسياق علماً 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 100 مرة علماً أنه إذا هاي بدها تكون بسياق صفقة أمريكية إيرانية بتكون منقوصة ومغلوطة ومشوهة، ولا يمكن أن تنتج أي مصلحة لبنانية. هيدي بقى ترجع تنحط بسياق الحل اللبناني المتوازن والحل الإقليمي العربي الإيراني المتوازن، يلي من ضمنه دولة فلسطين. طيب كنت عم تقول أنه بحاجة لرئاسة جمهورية، هلا إعادة تكوين الدولة، إعادة تكوين الدولة وعلى رأسها وعلى رأس انتخاب رئيس جمهورية. طب كلنا هلا عارفين انه ما في رئيس جمهورية الى ما بعد انتهاء هذه الحرب، صح؟ ايه لا بس لسوء الحظ، يعني مش بس هون المسؤولية. يعني عم تقولي كلنا عارفين لانه بتعتبري انه الجو الخارجي منه مؤهل. فشل لا فشل، هو كان بده بس فشل. انه اجت الخماسية، برضه الخماسية فشلت. نسي الجو الخارجي، أنا بدي أحكي داخليا، يعني المسؤولية الداخلية. كلنا بنعرف أنه شو ما كانت العوامل الخارجية حاسمة ومؤثرة وفعلة لبل يمكن مقدرة بانتخاب الرئيس، دائما بحاجة لرافعة لبنانية. يعني على سبيل المثال خلينا نبلش من 76، لأنه عم نحكي هلأ بأجواء حرب. بال 76 كيف انتخب رئيس؟ بظل رافعة لبنانية اسمها خطاب انه بدنا نطلع من الحرب ونلاقي المبادرة العربية. بال 82 فاتت اسرائيل، طلع في خطاب لبناني يمكن كتار كانوا ضده انه بدنا نخلص من الاحتلالات. بال 89 كان في خطاب لبناني يقول الطائف والاصلاحات مقابل الانسحاب. هلأ شو الخطاب اللبناني اللي لازم يكون؟ 2008 بدنا نطلع من الانقسامات. اليوم ما في ولا اي خطاب لبناني يشكل رافع على انتخاب رئيس جوزفين. فرجيني مين ان كان المرشحين المفترضين المعلنين؟ زيحي قائد الجيش لانه ما بيقدر يحكي ولانه بيطرح حاله مرشح، بس باقي كل هودي اللي بتشوفيهم ببلعطوا انه هن مرشحين وبيروح حدا بيتصل به، مين حامل خطاب لبناني يشكل رافع؟ يعني على سبيل المثال شفتي لي شي مرجعيه مارونيه او مسيحيه طلعت تقول لحزب الله نحن معك
بمقاومتك، ونحن منعرف هيجتك بالعودة إلى لبنان والتضحيات الكبيرة اللي ممكن أنك تدفعها، ونحن منعرف المخاطر اللي ممكن تتحملها نتيجة الظروف الإقليمية. تعال نحط هواجسك وهواجسنا على طاولة نبحث فيها. حدا طلع يقول من هؤلاء المرشحين اللي عم ببلعطوا لا هذه الجماعة السنية، نحن منعرف هلأ واقعكم بالرأس المقطوع زعماتيا ويمكن بالمرجعية العربية المفقودة، وهلأ محاولة خرقكم من بعض التنظيمات وإعادتكم إلى 75 و 76. تعالوا نلتقى على طاولة نبحث بهذه الهواجس ونحطها كلها لمصلحة لبنان. حدا طلع يقول لوليد جنبلاط بظروفه الحالية نحن منفهم كل قلقك الوجودي ومنعرف أنه عندك هامشين، عندك أولوية بهذا الجبل بدك تحافظ عليها، وعندك خوفك يمكن الديموغرافي والأمني والميداني تحت تعطى نحن وياك كلنا سوا نحط هودي على الطاولة ونطلع منهم بميثاق لبنان جديد، بكيانية لبنانية جديدة توصل الانتخاب. شفتي لك شي حدا حمل هذا ال وبيجع بقول عم بعطي نموذج جل على عم نفكر على طاولة بس شو بيطلعوا لك انه لحلك ليه؟ لأنه ما حدا عنده ثقة انه هذا ما تقوله هو اللي بيجيب رئيس جمهورية. كلهم بيعتبروا انه اليوم مش رئيس الجمهورية مش مزبوط جوزفين. ولا مرة الخارج قدر فرض رئيس اذا ما كان عنده هذا الرئيس رافعة لبنانية بخطاب لبناني جامع، ولا مرة مش حتى ال 95 التمديد للناس الهراوي و 98 انتخاب أمين لحود يلي كانت سورية هي اللي عم بتسمي، كانوا برافعة لبنانية، كانوا نعمل لهم رافعة لبنانية. وبتذكري ما بدنا هلا نرجع نفتح الملفات. فمشان هيك أنا اللي عم بقوله اليوم مين من هود اللي عم ببلعطوا بالترشيحات الرئاسية وبيكبوا أسمائهم وبيدفعوا هون وبيدفعوا هون حامل حد أدنى، مش بس حامل حد أدنى من الخطاب، مين منهم بيحكي كلمة؟ فبتقولي لي إنه ما في رئيس؟ إيه طبعا ما شو في هو رئيس. الخطاب شو هو الرافع اليوم للرئيس؟ عطيتك 17-01 عم بحكي بالسياسة اليوم مثل. هل سيكون تطبيق 17-01 وإعادة تكوين السلطة هي رافعة الرئيس المقبل عندما تحين الساعة؟ يعني بعد الحرب هيدا كرمال هيك اليوم ما فيش حكي هيدا رئاسة. هيدا جزء من برنامج العمل. بس الرافعة اللبنانية انك تخاطب الجماعات اللبنانية بهواجسها وفوق هول الجماعات. خاطبهم علي فياض مش ماروني، يعني مش مواري خطبون ايه خطبون علي فياض اراد ان يفتح هذا النقاش وهذا نقاش كبير يعني ايه. بس ما هي المشكلة انه صديقنا النائب علي فياض بيطرح هذا الطرح وبترجع بتشوفي ممارسات على الارض ما له علاقة فيه، وبترجع بتشوفي حوار مدري وين على شي غدا او عشاء ما له علاقة لا بهاي ولا بهاي. ما كمان بده حد ادنى من انسجام بين التفكير والقول. شو يعني قصدك انه حزب الله انه كيف هاي الحوارات الجانبية يلي من على مستوى برجع بقول الخطاب اللبناني الجامع المطلوب. قبل ما يخلص كمان وقتنا بدنا نحكي شوي هيك داخليا. اليوم زميلنا بأساس ميديا زياد عيتاني كتب مقال أصبح للمسيحيين كتلة اعتدال ووضع فيه أنه الياس بوصعب ألاعون سيمو أبي رمية إبراهيم كنعان معتبر بأنه هو كتب استقالته ولكن بعد ما أعلنه، بالإضافة إلى نائب في البقاع ونائب في جبل لبنان وربما نائب في طرابلس بيلتحق بنائب جبل لبنان. برأيك اليوم تسألي عن مشكلة النواب التيار ايه النواب اليوم رح ينجحوا؟ عادة التجارب الماضية بالتيار الوطني الحر كل القيادات التي خرجت فشلت بتكوين حالة سياسية وفشلت حتى بالانتخابات، وشفنا يعني في كتير دورات انتخابية وقدر اليوم رئيس التيار جبران باسيل انه يحتوي دائما. اليوم الامر مختلف لانه نواب هن اللي ظاهرين يعني عندهم اصوات يعني بصوته. بدي اسمع رأيك. ليكي قبل ما اعطيك رأيي خليني اقولك انه مجدد هيك استحضار هذا المشهد بيخليني حس بشيء من الحسرة والألم والحرقة على هذا الأمر الذي يحصل بالتيار الوطني الحر. يعني ما في ما أتذكر على سبيل المثال ماضي سيمو أبي رمية إنه هذا الشاب اللي قاعد بفرنسا وصل يمكن لوحده ينزل يحمل يافطيت بذكرى 13 تشرين قدام كنيسة سيدة لبنان بباريس. هودي شباب ناضلوا وضحوا، مش عم بحكي عنهم كلهم، عم بحكي عن سيمو لأنه الباقيين في لهم ناس ما لهم علاقة بالنضال وفي ناس ما لهم علاقة بالتيار يعني من اللي هلا عم بيحاولوا يعملوا شيء.
بس بتقولي حرام هذا النضال، حرام هذا التعب، حرام هذه التضحيات. بتعرفي جوزيفين انه جبران وألا بفترة من الفترات كانوا يتشاركوا السرير نفسه، وكان شباب الطيار يمزحوا يقولوا ما نعرف اذا جبران بحب شانتال اكثر ولا ألا اكثر. انت بتعرفي انه جبران بواسطة داني خيو لألا تعرف على شانتال. فتبهي هون مش لا افتح اي جراح، بس تقول انه حرام هذا النضال وحرام ميشيل عون تنهو وينتهي، او يمكن البعض بيقول لي لا هو عم ينهي حاله بهذه الطريقه. لحظه هون بدي اتدخل، هو الرئيس ميشيل عون هو رئيس اللجنه يلي بدي ارجع افتح هذا الموضوع، بس انا عم بس انه هو شاهد وهو مقرر بهذا الشيء، ووصف الناس اللي ظهروا بانه الشجره لما اغصان عبطي بس بدنا نقصه. وانا كشاهد على كل هذه المرحله الماضيه بقول حرام هذا النضال، حرام أصلا من هؤلاء الشباب المناضلين كيف البعض منهم راحت تضحياته هباء، وكيف البعض منهم غيرته السلطة واضطر أنه يصير أقرب لناس من الدجالين ومن الانتهازيين ومن الوصوليين يلي فاتوا على هذه التركيبة. فمشان هيك كنت عم تقولين شو بدهم يعملوا، خليني اقول لك هل سينجحون بتكوين حالة سياسية معتدلة؟ رح هيدي النقطة الثانية اللي ممكن نحكي فيها. هؤلاء الشباب ارتكبوا ثلاث أخطاء برأيي. الخطأ الأول بأنه سكتوا لما كانوا المناضلين الفعليين بالتيار عم يندبحوا، سكتوا ما فتحوا تمهم. لما نعيم عون ورمزي كنج وزياد عبس وطوني نصر الله وميشيل شادرفيان وغيرهم من المناضلين الفعليين، هؤلاء الشباب سكتوا. وانت بتعرفي أكثر مني، مش قدي، أكثر مني، وبتعرفي كتير منيح إنه البعض منهم حتى كان متآمر وكان محدد وكان رأس حربي على ذبح رفقاته، لأنه كانوا متوهمين إنه إذا راحوا هاو بصير عندهم هن مجال أوسع للحركة، وجبران بصير بحاجة لإلهم أكثر. وهذا أول خطأ ارتكبوا قسم منهم، وهلا الكل عم يدفعوا ثمنه. الخطأ الثاني اللي ارتكبوه انه لما قدروا يفتحوا المعركة مع جبران اختاروا اسوأ توقيت واسوأ موضوع، اللي هو جلسة 14 حزيران، لما بالشكل كان في صورة انه المعارضة والمسيحيين الموحدين راحوا اخذوا موقف خارج هذا وحدة الصف وخارج الاجماع المسيحي والمعارض، وهذا استثمروا لجبران اكيد بأسلوبه المعهود ضدهم، وبالتالي هن اختاروا انه يقوصوا بالمعنى السياسي على جبران عن يساره مش عن يمينه، وهيك ريحوه. واكثر من هيك البعض عم بيقول انه هذا الامر كان من وقتها متباحث فيه بيناتهم ومكملين فيه. النقطة الثالثة هلا ايه عم ينحكى انه بدهم يعملوا كتلة نيابية. شو الموقف السياسي تبع هاي الكتلة؟ شو اصطفافة؟ يعني أنا بكل الفترة الماضية مش سمع لهم ولا موقف سياسي بالإشكاليات الوطنية الأساسية. لأنه كانوا علقانين بإشكالية التيار. كانوا اسم الله عليهم مش عم بيسكتوا. بس المسائل الأساسية إنه ما كانوا عم بيطرحوها وبعدهم مش عم بيطرحوها. مش هيك عم بقلك بتمنى إنه ما يقعوا هلا بالخطأ الثالث اللي عم بنحكى عنه، وإنه يروحوا هلا يعملوا كتلة لا واحد مرشح رئاسي انه كل المعروف عنه انه معه مصاري. فمشان هيك ما يوقعوا هلا بهذا الخطأ الثالث، اذا بدهم عن جد يعملوا كتلة نيابية يعملوها بالتموضع الاساسي الميثاقي الرئيسي النضالي يلي قام عليه التيار الوطني الحر ويلي قام عليه ميشيل عون منذ 30 سنة اليوم. ما يعملوا خطأ ثالث هلأ بهذه الخطوة ويبينوا عن حق أو عن خطأ، عن فعل أو عن انطباع، ويمكن هذا يستعملوا ضدهم كمان مرة جبران، أنه رايحين يتجمعوا حول ملياردير جديد انه ممكن يتسلوا هني وياه بمعركة الرئاسي. فمشان هيك هودي ثلاث ملاحظات اللي عندي اياهم، مع برجع بختم بقول حرام الناس اللي ناضلت، حرام الناس اللي ماتت، حرام الناس اللي انجرحت، حرام الناس اللي اعتقلت انه ينتهي كل نضالهم وكل تضحياتهم كرمال هيك ممارسات صغيرة. شكرا لك استاذ جان عزيز، خلص وقتنا بهيدي الحلقه. قد ايه خسر جبران بهيدي الحركه هيك قبل ما يعني
يعني اليوم في كلام انه هيدا انه اليوم جبران بيصير بطل هو مثلا رئيس اكبر كتله مسيحيه، واحدة من هول القصص. اثنين هن صاروا كتله نيابيه، ممكن اذا جمعوا يعني اذا اجتمعوا هن ونواب اخرين على مشروع يصيروا كتله إلى وزنه بمجلس النواب، ويمكن ان انه يعني تؤثر بالتصويت. كيف ممكن هذا الشيء يغير موازين مجلس النواب بالمعركة الرئاسية المقبلة بالحسابات، طالما عم تتحدث عن جلسة 14 حزيران؟ لينك جوزفين، هلا هن بينفوا، بس لكون هن بينفوا انه بجلسة 14 حزيران انه كانوا تم كل هذه التفاصيل بتعني لي ما بتوقف عندها. انا بسألهم كلهم، في ضابط بالجيش اللبناني اسمه عماد عبود مات وقت اللي كان عم بيحضر عبوي بوجه الاحتلال السوري. هذا شو بتقولوا له انتوا قاعدين مع واحد بيعتبر السوري من لحظتها مش احتلال؟ شو بتقولوا له؟ شو بتقولوا لعائلته؟ شو بتقولوا للناس اللي ماتوا، للناس اللي اعتقلوا؟ هذا السؤال. وقت اللي كان ميشيل عون على موقع رئاسي هو ورئيس جمهورية حاطط شهادته بالكونغرس، كان في ناس عندكم دجالين عم بيقولوا غير حكي. هون الموقف، مش موقف مين بيطلع نايب وشو بتعمل بالنيابة وبتتاجر بعقارات او مدري شو بتعمل تسويات. حرام النضال. بس هذا كمان بتقوله لميشيل عون، بقوله لكل الناس. يعني قصدي مش بس للنواب. جوزفين ليش انا لمين قلته؟ ايه يعني قصدي مش بس للنواب. جوزفين انا لمين قلته؟ انا للرئيس قلته بنص قصر بعبدا. قصدي بقصد وكتبته بنص قصر بعبدا، وكتبته بنص قصر بعبدا، ما كتبته خارج قصر بعبدا. هذا كلام انا مش عم بقوله هلا، هذا كلام قاله انا من 6 سنين وقاله من 2008، وانت بتعرفي، انت بتعرفي اكثر من غيري. من 2008 انا قايل لهم هودي الدجالين رح ياخذوكم على الخراب. هول الدجالين برأيك يعني مثل ما عم تقول هن اللي هلأ يعني أسسوا إلى انقسام التيار بهذا الشكل؟ أثروا على كل الذهنيات وعلى الممارسات وعلى السلوكيات، أثروا على كل شيء، أثروا على كل شيء. أنت بتعرفي وأنا منعرف، أنت بالنهاية بنت بيئتك وبنت الحلقة اللي حواليك وبنت كل اللي بيفكروا معك، بيصير جزء من تفكيرك من اللي بيفكروا معك وجزء من سلوكك من اللي بيتصرفوا معك. فأي وقت اللي بتكون مجموعة نضالية بتفكر شيء وبتتصرف شيء، وقت اللي بتكون مجموعة مقاولتية بتصير تفكر شيء وتتصرف شيء. خلاص خلينا هلأ ساكتين. طيب شكرا لك أستاذ جان عزيز. مع العلم أنه في كتير قصص بتنحكى بهذا الموضوع، يعني مثل أنه هن ملاحظاتهم على الأداء، على المشاركة إلى آخره. طبعا هودي يعني هودي أنا معهم 100%. إيه إنه بس لحتى يعني ما نختم نحن. طبعا لا هودي إنه يعني مشاركة يعني بالقرار. واحد يفكر إنه أنا يعني مغروم بجبران بسيل أو ما بعرف كل سلبياته وموبقاته، واحد يفكر أنا عم بقول هني وين غلطوا بمواجهتهم بشكل سليم، وإن شاء الله ما يكملوا بخطأ ثالث حتى عن جد ما يروحوا جزء إضافي من النضال. شكرا لك الكاتب السياسي جان عزيز على هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.